عنوان للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. هي تعودنا أن نلتقي كل عام سواء في القاهرة أو في المحافظات المختلفة مع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لنقل كل ما هو جديد في الكود الدولي الجديد في العالم كله، حتى تكون مصر من أوائل الدول التي تلتزم بالمنهاج الذي يجب أن نسير عليه. ويسعدنا أن نبدأ هذا اللقاء بكلمة ترحيب من رئيس المنظمة سيادة اللواء عمرو عزت، اللواء طبيب عمرو عزت. هذا الدكتور عمرو عزت له باع طويل جدا في مكافحة بحيث يبقى عندنا معمل للمنشطات، وله دور كبير جدا في كل الأعمال اللي تمت قبل ذلك. فيسعدنا أن نبدأ بكلمة من سيادته. أعرف بمنصب رئيس المنظمة. يحضرنا في هذا التنظيم الجديد الدكتورة رانيا علواني نائب رئيس المنظمة. الدكتورة رانيا علواني قامة كبيرة في المجال الرياضي، وكانت ليها دور في مجلس إدارة الوادة، وهي المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، كعضو في المكتب التنفيذي. ويشرفنا في هذا التشكيل الجديد الدكتور خالد عبد العظيم والدكتور كامل حسين وسيادة اللواء طبيب فايز فؤاد والدكتور علي رمضان. طبعا علي رمضان علم من اعلام الوسط الطب الرياضي وعضو مؤسس في المنظمه الوطنيه لمكافحه المنشطات من بدايات تكوينها، والدكتوره هانم امير. ده التشكيل الجديد. التشكيل الجديد للمنظمه، احنا بنكمل المسيره بتاعه المنظمه السابقة اللي كان أعضاءها برضو هنقوله لحضراتكم في عجالة كده: الأستاذ الدكتور سيد خشبة كرئيس المنظمة، والدكتور أسامة غنيم، والدكتور شريف عزمي، والدكتور سعيد الحفناوي، والأستاذ عصام عبد الحافظ. ده كان التشكيل بتاع المنظمة السابق والتشكيل الجديد اللي احنا قلناه لحضراتكم. احنا بنكمل المسيرة. التشكيل السابق قام بدور كبير جدا في الفترة السابقة وله إنجازات كثيرة جدا وكبيرة جدا، ولكن طبيعة الأمور هي التغيير، والتغيير لاستكمال المسيرة، والتغيير للإتيان بعناصر قادرة على التوائم مع المرحلة. المرحلة اللي احنا فيها حاليا، في عندنا وفد جاي من الوادة لتقييم أداء عمل المنظمة الوطنية استكمالا للاعتماد المعمل المصري لمكافحة المنشطات. المعمل المصري لمكافحة المنشطات قامت بإنشاؤه القوات المسلحة، وتكلف حوالي 45 مليون جنيه، وتم تجهيزه على أحدث مستوى. وأنا كان لي الشرف أن أنا أتولى هذا الملف من بداية إنشاؤه حتى تمام استكماله. المعمل المصري لمكافحة المنشطات مفخرة من مفاخر المنظومة الرياضية في مصر والعالم العربي. حاليا المعمل ماشي في اجراءات الاعتماد، وتم التنسيق مع معمل برشلونه لنقل الخبرات التقنيه الخاصه بالاختبارات، والموضوع ماشي ان شاء الله بشكل طيب. ويتواكب مع هذا العمل ان لازم يبقى فيه منظمه قويه ترعى حقوق الرياضيين، ترعى انشطه الرياضيين وصحتهم والحفاظ على صحتهم، ترعى الشعار بتاع الواده اللي هي رياضه نظيفه. لا للمنشطات، لا للمنشطات، لا للمنشطات. المنشطات بالدرجة الأولى بتدمر صحة الرياضيين. احنا في المقام الأول بنخاف على صحة الرياضيين، ولادنا، بندور على صحة ولادنا، عشان ده العامل المهم الإنساني في موضوع مكافحة المنشطات، وهو الحفاظ على صحة الرياضيين اللي بيستبعوا بعد كده رياضة نظيفة. إن سعادتك كلاعب لا تتعاطى المنشطات تحصل على حقك في التمثيل المشرف في وسط المنافسين الرياضيين الذين لا يتعاطون المنشطات. ما تعاطي المنشطات هو نوع من انواع الغش.
هذا النوع من أنواع الغش اللي هو بيؤدي إلى تدمير صحة اللاعب والحصول على حق غير مكتسب. فدي نقطة مهمة جدا اللي احنا الهدف الأساسي من القيام بدور المنظمة. طبعا احنا قدامنا أعمال كتيرة جدا في المنظمة حاليا، بدءا من التوعية، بدءا من المحاضرات اللي هنقولها علشان خاطر مفهوم ما هو مفهوم النشاطات، ما هي أنواع النشاطات المحظورة، مدى خطرتها على الصحة إيه، كيف نأخذ عينات من اللاعبين أثناء البطولات، خارج البطولة أو داخل البطولة، أثناء التدريب بتاعه. اللاعبين الدوليين هيبقى ليهم مكانة كبيرة جدا عندنا طبعا، وطبعا احنا بنناشد السادة رؤساء الاتحادات ان هم يساعدونا في المرحلة دي بان هم يدونا معلومات كافية عن اللاعبين المقيدين، عن اللاعبين الدوليين، عن جدول المسابقات، جدول المسابقات الداخلية والخارجية، مواعيد التدريب الخاصة بيهم، مواعيد المعسكرات الخاصة بيهم، لتفعيل منظومة الويرباوت الخاصة باللاعبين الدوليين، نبقى عارفين اماكن اللاعبين الرياضيين اسمائهم ايه، عناوينهم ايه، اماكن تواجدهم ايه، المعسكرات فين، البطولات الدوليه امتى، اللي جوه البلد واللي بره البلد، عشان مطلوب ان احنا ناخد عينات داخل المسابقه وعينات خارج المسابقه لاستكمال منظومه الكشف عن المنشطات. طبعا انا يعني بثق تماما في معاونة ومساعدة السادة رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة في إمدادنا بهذه المعلومات، لأن ده بيساعدنا وبيساعدهم عشان حماية اللاعبين في التوقيتات المختلفة، في أثناء المعسكرات، في أثناء التدريب، أثناء البطولات المحلية أو الداخلية أو الخارجية. أنا شرفت بتولي هذا المنصب في المنظمة، هي مسؤولية كبيرة جدا، ولكن احنا تعودنا في القوات المسلحة على العطاء والعطاء والعطاء من اجل بلدنا اللي احنا كلنا بنتشرف ان احنا بننتمي لهذا البلد، هذا البلد الكبير على المستوى العربي والافريقي والدولي. مصر ليها مكانة كبيرة جدا، واحنا مش اقل ان احنا نحافظ على اولادنا ونخلي اسم مصر دايما عالي في المحافل المختلفة. واخيرا انا بقول النداء اللي نتشرف ان السيد رئيس الجمهوريه بيقوله: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وشكرا. نشكر سياده اللواء طبيب دكتور عمرو عزت، وندعو الله ان يمنحنا القدره جميعا على العطاء والعطاء والعطاء من اجل رفعة اسم هذا البلد في جميع المحافل الدوليه باذن الله. وزي ما الدكتور عمرو قال، المحاضرات بتاعتنا متنوعه، هدفنا نقل صوره ليس فقط للحاضرين. احنا تعودنا ان السي دي المحاضرات بتاعتنا بتسجل وهتتبعت لجميع الاتحادات، لجميع النوادي، لجميع الاطباء. كلنا عارفين ظروف العمل في الفترة الصباحية، لكن كنا مضطرين نعمل المؤتمر. فبإذن الله الهدف بتاعنا ليس فقط المجموعة الحاضرة، ولكن هيصل إلى جميع أنحاء مصر كمعلومات هامة يجب أن يدركها كل طبيب وكل إداري وكل لاعب وكل رئيس نادي، لأن زي ما هنشوف في الكود الجديد المسؤولية متضمنة. الكل يا إما هيربح يا إما الكل هيعاقب إذا أخلى بمبادئ الاتحاد الدولي، المنظمة الدولية الوادة للمنشطات. المحاضرة الأولى هتكون مع الدكتورة هناء أمير عن إيه هي المنشطات بسرعة وإيه هي أهم أضرارها. دكتورة هناء. الوكالة الدولية لما حطت القائمة حطتها بناء على ثلاث حاجات. في أي مادة بيتوفر فيها حاجتين من الثلاثة اللي أنا هقولهم دول تعتبر مادة محظورة، والوكالة الدولية بتدرجها في قائمة المحظورات. في الثلاثة كرايتيريا دول أو الثلاث صفات دول، إذا كانت المادة بتعلي البرفورمانس أو الأداء بتاع اللاعب، يعني بتدي له قوة مش من حقه، مش حاجة طبيعية، يعني أنا ما ينفعش أجيب مثلا عربية مرسيدس وعربية 128 وأحطهم على ستارت واحد وأقول لهم جو أهيد أشوف أقارن بينهم، يبقى المقارنة ما فيش فيها عدل. يبقى اول حاجه لو هي بتعلي البرفورمانس او الاداء بتاع اللاعب.
تاني حاجة لو هي كانت ليها آثار جانبية وبتأثر على الانتجريتي أو سلامة أو صحة اللاعب. تالت حاجة إنها بتبعد عن روح الرياضية أو السبيريت أوف سبورت أو بيبقى فيها غش. لو الوادة لقت إن في حاجتين من التلاتة دول بيجتمعوا في أي مادة بتدرج المادة دي في قائمة المحظورات. وإحنا من اللي هنيجي الأمثلة اللي هنقولها دلوقتي هنقول في حاجات بتعلي الأداء وفي حاجة بيبقى فيها غش، في حاجة ما بتعليش الأداء الرياضي يعني ما بتزودش قوة ولكن بيبقى فيها غش وفي نفس الوقت مضرة بالصحة. فأي حاجتين بيجتمعوا من التلاتة دول بتعتبر دي مادة محظورة. الشارت اللي أنا حطاه قدامكم ده هو عبارة عن اللي بتتضمنه المواد اللي قائمة المحظورات بتتضمنها. في بعض أنواع منها بتبقى محظورة داخل وخارج نظام المسابقات، وفي بعض أنواع محظورة داخل نظام المسابقات فقط، وفي بعض أنواع بتبقى محظورة في بعض الألعاب زي الألكهول اللي هو الكحول، وفي مادة اسمها بيتا بلوكر وأنا هقول لكم دي بعد كده بيستعملها اللاعب ليه. بس أنا قبل المواد هقول لكم إيه هي الوسائل اللي اللاعب ممكن وتعتبر من أنواع المنشطات. ممكن واحد في حاجة اسمها بلاد دوبينج بيعمل نقل دم، ودي بيعملها ازاي؟ ان اللاعب ممكن يجيب نص لتر من الدم بتاعه يسحبه قبلها بفتره، او مش شرط يكون بتاعه هو، يكون بتاع حد تاني بس نفس الفصيله بتاعته، وبيشيله يخزنه، وقبل البطوله بثلاث اربع ساعات او يعني بساعات معقوله بياخد الدم ده تاني. ففي الحاله دي الغرض منها ايه او استفاد ايه؟ استفاد ان كرات الدم الحمراء عنده بقت كتيره قوي، فكميه الاكسجين اللي هي بتروح لكل للعضله، كميه الدم طبعا بتزيد اللي بتروح للعضله، وكميه الاكسجين بتزيد لان كرات الدم الحمراء بتكون زادت. طبعا دي تعتبر وسيله وليست ماده. حاجه تاني كانوا بيعملوها قبل كده بس هي دلوقتي ما بقتش بتتعمل، لان احنا الواده واثناء اخذ العينه بيبقى ليها اجراءات معينه كده ما بقتش مسموح بيها، واستاذنا الدكتور مجدي مصطفى هيقول لنا بعد كده الاجراءات بتاعت اخذ العينه. ان كان قبل كده لما نيجي نعمل نوتيفيكيشن او اختار للاعب عشان ناخد منه عينه، ممكن اللاعب ده المدرب بتاعه او الطبيب بتاعه ياخده كده في اي اوضه او على جنب ويسحب اليورين عن طريق قسطره او حاجه، يسحب اليورين اللي عنده في المثانه ويحط يورين تاني نظيف. طبعا الموضوع ده ما عادش بيحصل خالص، وحتى يمكن تشالوه دلوقتي من القائمه، لسبب ان مجرد اختار اللاعب ان هيتاخد منه عينه بتبص تلاقينا احنا قابضين عليه كده. مش معنى قابضين عليه يعني عاملين له ووتشنج، ما بنسيبهوش على طول مرافقينه، فما فيش فرصه ان هو يعمل الشغلانه بتاعت غسيل المثانه دي. دي بالنسبه للمواد. في حاجه اسمها التنشيط الجيني، بس دي حاجه لغايه دلوقتي نظريه، ان هو ممكن خصائص معينه يوصل لها عن طريق الجينات، بس دي نظريه مش عمليه لغايه دلوقتي. بالنسبه للمواد اللي قدامنا دي على التشارت هنلاقي ان الحاجات اللي على اليمين دي بتبقى اللي هي لونها اصفر، دي محظوره داخل وخارج نظام المسابقات، والمجموعه الزرقاء اللي على الشمال دي محظوره داخل نظام المسابقات فقط. بالنسبه للمجموعه اللي على اليمين هي هقولها لكم باختصار كده، هي الهرمونات البنائيه والهرمونات البيبتيديه وحاجه اسمها بيتا 2 اجونست او نواهض بيتا، وبعد كده حاجه اسمها هرمون اند ميتابوليك موديوليتور، وبعد كده الديوريتيك او مدرات البول والمواد الحاجبه. بسرعه هقول لكم اول حاجه، احنا عارفين الهرمونات البنائيه الماده اللي هي بتبقى معروفه اللي هي الاساسيه فيها بيبقى هرمون الذكوره اللي هو تستوستيرون. انا حاطه بس هنا مثال صغير هنديكا ديرابولين، وفي حاجات تانية معروفة كتير قوي أنا هقول لكم برضو منها اسمها ستانزولول. احنا عارفين أكتر واحد اتمسك في الأول وبيعمل كان بياخد منشطات اللي هو بين جونسون في أولمبياد سول 1988، أخدوا منه عينة وكان أخد هرمون بنائي اسمه ستانزولول. بعد كده اتوقف سنتين، بعد كده عادوا تاني سنة 93 أخدوا منه عينة تانية ولقوها إيجابية برضو، واتشطب بعد كده واتناسى يعني مسح تاريخه كله اللي في الرياضه. طب اللاعب ليه بياخد الهرمونات دي؟ الهرمونات دي ليها دورين، يا اما بتبقى دور بنائي بتزود حجم العضله وقوتها، يا اما ليها دور جنسي. اللاعب لما بياخدها علشان الدور البنائي، الحته البنائيه عشان يزود العضله ويزود الاسترينسن او القوه بتاعتها. طيب هل ليها اثار جانبيه؟ دي اللي احنا هنركز عليه دلوقتي. من الاثار الجانبيه بتاعه الهرمونات البنائيه حاجات كتيره قوي. اول حاجه انها ممكن ترفع الضغط، ممكن بتاثر على الكلى، بتاثر على الكبد، بتزود الفرصه ان يبقى في اي امراض سرطانيه. الاهم من ده ان احنا هنيجي نلاقي ان ممكن يعمل عقم بالنسبه للرجال، بيعمل ضمور في الخصيتين، بتقلل عدد الحيوانات المنويه. ممكن بعد كده بالنسبه للفيميل بنلاقي
دي بالنسبة للميل. ممكن بالنسبة للفيميل بنلاقي ان بيطلع شعر في اماكن غير مرغوب فيها، بنلاقي كمان في الميل ان بيطلع حاجة بيطلع له صدر بريست، حالة اسمها جاينيكوماستيا، هوريكو صورتها دلوقتي. بالنسبة للفيميل كمان ان هي بيحصل اضطراب في الدورة الشهرية، الصوت نفسه بيتغير، الفيتشر بتاعها بيبقى رجالي شوية، كل ده بسبب الهرمونات البنائية. طيب العقم ده في ناس بتقول لا طب ما انا استعملته وما حصليش حاجة وما حصلش عقم ولا حاجة. الطبيعي الهرمون بتاع التستوستيرون ده بيفرز بصورة طبيعية من الغدة النخامية، بتدي إشارة للخصيتين عشان تفرز الهرمون ده. طب لو واحد أخده من بره، هل الإشارة دي هتوصل؟ الجسم بقى مليان بالهرمون بتاع التستوستيرون، فالطبيعي ان الغده النخاميه مش هتدي اشاره للخصيتين علشان تطلع الماده اللي هي بتاعه التستوستيرون، فبيحصل ضمور، ومن هنا بيقل عدد الحيوانات المنويه، ومن هنا بعد كده بيحصل الضمور في الخصيتين. دي حالات الاكني او حب شباب بيبقى سيفير اكني، بيبقى موجود في الصدر وفي الظهر وفي الوش. دي حاله انفكشن او عدوى من الاثار الجانبيه، ودي عن طريق الحقن. الانفكشن ده اللي هو بيجي عن طريق الحقن او العدوى، وهوريكم بعد كده فيديو بيبين لكم قد ايه بتبقى المواد دي خطيره. دي حاله الجاينيكوماستيا، دي بتبقى في الرجال ان البريست بيزيد، ويعني ده كده المفروض ان هو راجل. كمان من الاثار الجانبيه بتاعت الهرمونات البنائيه انها بتعمل حاله اكتئاب وبتعمل تضخم في عضله القلب. اللاعب اللي احنا شايف الصوره دي اللي هو كريس بنوا، لاعب اللي هو المصارع المعروف، وده ابنه، هو موت ابنه وموت مراته وبعدها هو انتحر، وده ناتج عن ان هو كان بياخد منشطات وتحديدا هرمونات بنائيه. عندنا اللاعب اللي هو اوميجا واندرو مارتن اوتيست، دول ماتوا بسبب تضخم في عضلة القلب نتيجة لبرضو استعمالهم للهرمونات البنائية. بعد حاجة تاني جروب اللي احنا قلنا عليها هرمونات بنائية، تاني حاجة اسمها هرمونات بيبتيدية. الهرمونات البيبتيدية دي عبارة عن مجموعة هرمونات بتدي أول حاجة وجود أي من المواد المحظورة طبقا للائحة أو القائمة اللي قالتها دكتورة هناء، لأي طبقا إذا كان خارج المنافسات أو داخل المنافسات، وجود أي من المواد دي في عينة البول يعتبر المخالفة وينطلع عليه التحقيق ثم العقوبة. استعمال أو محاولة استعمال أي من المواد أو الوسائل الممنوعة، بمعنى إذا اللاعب تم ضبطه وهو يستعمل مثلا حقنة منشطة داخلة في القائمة الممنوعة، بغض النظر اللاعب ده نجح في حقن نفسه أو لم ينجح، يعني شرع إن هو يحقن نفسه وما حقنش نفسه، هذه تعتبر مخالفة بغض النظر عن نجاحه في أخذ المنشط أو عدمه. ثلاثة، رفض الخضوع أو التهرب من أخذ العينة بعد تلقي الإخطار. زي ما هنشوف في المراحل بتاعة الكشف عن المنشطات، بتبقى أول مرحلة أو تاني مرحلة منها بعد الاختيار بتبقى الإخطار. بعد ما يختار اللاعب الإخطار القانوني، وده هنشوفه بعد كده في العملي، إذا اللاعب رفض أو تهرب من المكان أو تهرب من المسؤول أو ضابط المسؤول عن جمع العينات أو الشبرون اللي هو المتطوع المنوط بإحضاره، دوت بيعتبر مخالفة ويقتضي العقوبة كأنه عينته إيجابية. رفض الخضوع للاختبار خارج المسابقات مثل الامتناع عن تقديم معلومات عن مكان وجوده. اللي احنا شايفينه تحت اسمه الادمز. الادمز ده انتي دوبينج ادمنستريشن مانجمنت سيستم، ده نظام كمبيوتر بيربط جميع المنظومه العالميه من النادوز والاتحادات الدوليه والمعامل المعتمده والوادة، بيربط كل دوت بسيستم الكتروني. المفروض ان المسؤول عن كل لاعب بياخد الباسورد، كل لاعب بيتم اختياره لتوقيع كشف المنشطات عليه خارج المنافسات بيتاخد البيانات بتاعته وبيعطى ليه باسورد معين بيخش بيه على السيستم دوت، بيقدر يدخل فيه معلوماته الحياتيه من الساعه 11 بالليل للساعه 7 الصبح. يبقى الفتره دي هي الفتره
اللي لازم يبقى بيقول هو بينام فين، بيشتغل فين، بيدرس فين، بيتدرب امتى، بكل دقة. ليه بكل دقة؟ وبيبقى ليه تايم سلوت او ويندو بيحطه، بيقول الساعة دي المناسبة اللي انا اقدر اطلب انك انت تجيلي، دي ما بقاش عندي تدريب. من حقه ان هو بيختار وقت في النهار في 24 ساعة مناسب ليه. المندوب مكافحة المنشطات ممكن يجيله من بلد تانية في هذه الساعة المحددة طبقا للمعلومات اللي هو حطها على البرنامج. لو ثبت ان هو مش متواجد في نفس المكان اللي هو قال عليه، دي بتعتبر مخالفة او معلومات مغلوطة، وبقانون لو جمع ثلاث محاولات فاشلة لجمع العينة ده بيعرضه للعقوبة. وحد هيقول لي اللاعب بيعمل المعلومات دي كل 3 شهور بيعمل الفايل، انما يقدر كل يوم لو حصل له طارئ يغير في السيستم، لان هو الوحيد اللي معاه الباسورد. يمكن في لعيبه مشهورين وقعوا في المخالفه ديت. المخالفه رقم 5 التلاعب باجراءات الفحص. خلاص اللاعب تم اختاره، دخل وحده او غرفه جمع العينه، ودي حصلت وشفناها في بعض الرياضات في دورات عربية، الألعاب كمال الأجسام والألعاب اللي هي العنيفة دي، لعيبة دخلوا حصل لهم طبعا المنشطات بيبقى لها تأثير عصبي، فحصل لهم هياك، كسروا العبوات أو ما كملوش لسه جمع العينة، راحوا قلبوا البوتل ورفضوا ان هم يكملوا، دي بتعتبر مخالفة. ولو حاول يدلس برضو ممكن يكون مثلا يساهل دوبين كنترول اوفيسر اللي موجود ويحط بدل البول ميه او كذا او كذا، كل ده تدليس بيعتبر اسمه التلاعب باجراءات الفحص. انتهاك الحيازه نمره 6 او المخالفه 6 حيازه عقاقير، او يعني بمعنى اللاعب في شنطته ويجاز للجان الطبيه مثلا في الدورات الاولمبيه او في اماكن الاقامه المرخصه للاتحادات الدوليه ان يتم تفتيش من قبل اللجنه الطبيه المنوطه او المسؤوله عن النشاطات، واذا تم وجود او اذا تم اكتشاف وجود ادويه ممنوعه او محظوره في امتعه اللاعب او المدرب او الاداري او ايا اللي احنا بنسميهم الاسلس انتوراج اللي هم الفريق المعاون للاعب، بيخضع لنفس العقوبة. المخالفة 7 الإتجار أو نقل أي من المواد، ودي بتبقى فيها الدول اللي بتحط في القوانين المدنية بتاعتها قوانين مكافحة النشاط اللي احنا بنأمل في يوم من الأيام إن احنا نوصل لكده، يبقى القانون المصري بيجرم بيحصل عند المطارات والمنافذ الحدودية إن بيتم تفتيش، من ضمن التفتيش زي ما بيتم تفتيش مخدرات للترامادول وخلافه وخلافه، يبقى في تفتيش، ودي بتعمله أمريكا وألمانيا وفرنسا ومعظم الدول الأوروبية، إن لو في أي أدوية بتدخل في القائمة الممنوعة بتعتبر مخالفة ويتم الإبلاغ عنها ويتخذ فيها الإجراءات، العقوبة الرياضية والعقوبة الجنائية. المخالفة 8 إعطاء أو محاولة إعطاء عقار أو وسيلة محظورة أو المساعدة أو التشجيع أو الإعانة أو التحريض أو أي شكل من أشكال التواطؤ. اللي بيوصي لو دكتور كتب على روشتة أو أوصى بيها بمادة ممنوعة، أو لو مدرب أوصى للعيبه علشان يكسب مثلا منافسة، أو لاعب أوصى لزميله، كل دي يعني مجرد التحريض أو وصف مادة ممنوعة بيدخله في المخالفات. دي كده المخالفات 8 اللي بنقول إن من واجبات اللاعب ألا يخالف هذه المخالفات 8. مراحل الفحص دول 7 مراحل. الناس تعتقد او يبدر للذهن ان جمع العينه ان احنا اللاعب بيجي بياخد عينه بول بقفلها خلاص هي دي المعمل. لا، العمليه بتبدا ليها 7 مراحل. تبدا هذه المراحل من اختيار اللاعب، ايه هي المعايير اللي بختار عليها اللاعب عشان يبقى خاضع لفحص المنشطات، ايه هي المعايير المتفق عليها عالميا. 2 اختار الرياضي بالفحص، ازاي اختار اللاعب اختار قانوني علشان انا، وده من حق اللاعب ان هو يختار اختار قانوني. نمرة 3 كيفية او ايه هي المواعيد اللي المفروض اللاعب يحضر ليها لمحطة كشف عن النشاطات. 4 تقديم العينة، ايه هي جلسة اللي احنا بقى كل دي بنختصر السبع فيز
في الفيز ديت اللي هي جلسة جمع العينة. بعد تقديم العينة بيحصل تخليص المستندات أو انتهاء المستندات أو الفورمة الخاصة بجمع المنشطات. بعد كده بيتم النقل القانوني. بعد ما انتهت الجلسة وتقفل البوكس بيتم في إجراءات قانونية إزاي أنقل العينة ديت للمعمل المعتمد بطريقة برضو خاضعة للقوانين والمعايير الدولية. آخر حاجة إجراءات الفحص بالمعمل، وبعد كده ظهور النتيجة، وبعد ظهور النتيجة بنطلع عليها بقى حاجات تانية هنتكلم عليها بعد كده. إزاي إيه هي المعايير اللي بختار عليها الفحص؟ بختار أول حاجة لو أنا في مسابقة بختار اللاعبين، بحدد مسبقاً إن أنا هعلم للاعبين اللي واخدين ميداليات الأول الثاني والثالث، وممكن يكون في اثنين توالت في بعض الرياضات زي الجودو والمصارعة. فبختار اللاعبين الحصيل، بحدد أنا هعين هعمل تحليل للميداليست أو للاعبين الفائزين على المراكز من البداية. في بعض الدورات لقلة الإمكانيات أو مش يعني عدد محدود ممكن أعمل للأول، بس من البداية لازم أحط معيار للمراكز الخاضعة للفحص. اثنين، ممكن أعمل عشوائي، يعني أنا باخد الحائزين على المراكز بعد كده لازم أعمل عينات عشوائية، وعينات عشوائية دي بتبقى غير موجهة، يعني باجي بسحب من مثلا من وزن معين، هاخد مثلا من وزن باخد عينة عشوائية، والعينة العشوائية ديت بتبقى خاضعة للتحليل لأن ممكن بتنبئ عن حالات إيجابية في كثير من الأحوال. آخر حاجة اختبار موجه. الاختيار يعني إيه الاختيار الموجه؟ الخبرة الفنية بيبقى فيه لجنة عليا لازم يبقى فيها عضو فني، التكنيكال ديليجيت إذا كان في اتحاد دولي مع رئيس لجنة المنشطات، ممكن يبقى ليهم رؤية فنية في لاعب الرانكلينج بتاعه بعيد جداً وفجأة لقيناه بيبقى مثلاً من الثلاثة الأوائل، الرقم بتاعه في رفع الأثقال مثلاً لو لعبة رقمية ابتدى يعلق بطفرة غير طبيعية، فدوت بيبقى خاضع حتى لو ما خدش مركز، ده ممكن يبقى اسمها العينة الموجهة. نمرة اثنين، خلاص أنا اخترت اللاعب بطرق الاختيار اللي قلناها، إزاي أبلغه؟ الإبلاغ لازم يكون بنفس الطرق القانونية، ولو تم الإبلاغ بغير الطرق القانونية ده بيعتبر خطأ من اللجنة المنظمة، ممكن يعفي لدرجة ممكن يعفي اللاعب من العقوبة حتى لو عينته إيجابية. لازم في الإختار الممثل لجنة المنشطات أو المسؤول يعرف نفسه، يكون لابس آي دي، يطلع الآي دي من جيبه، يكون لابس زي معين، المهم بصورته لازم يكون فيه ايدنتيفيكيشن معتمدة، اللاعب يثق ان الراجل دوت هو مسؤول لجنة المنشطات، ويبلغه سيادتك اللاعب انت اخترت للعينة، ولازم يقول له سبب الاختيار ان انت حائز على المركز الاول او انت اخترت ضمن العينة العشوائية او حضرتك اخترت اختيار موجه. لازم بيطلب الشخص دوت بيطلب من اللاعب إثبات شخصية، مين يضمن لي إن اللاعب دوت هو اللاعب دوت؟ لازم إثبات شخصية عبارة عن الآي دي في البطولة أو الباسبور، أو لو مش ده مش موجود بيتم العملية إن شاء الله بصورة، بيصوروا صورة وبعد كده بينهي الإجراءات، وبعد كده بيطابق الصورة بعد ما يخلص الإجراءات عشان ما يعطلش الإجراءات بالآي دي بتاعه ويطابق الاثنين. نمرة ثلاثة، بيبقى في تسجيل مبدئي، الفورمة بتاعت الوادة بيبقى فيها جزء للنوتيفيكيشن ان انا اسم اللاعب، سبب الاختيار زي ما قلنا على اي اساس. نمرة ثلاثة، توقيت الاختيار، توقيت الاختار لازم اللاعب يمضي بالوقت اللي هو اختر فيه، وهقول الكلام ده ليه بعد كده في الفقرة اللي بعد. لازم برضو زي ما بنقول كده ايه وكيل الشرطي لما يعني هنشبه التشبيه مش مماثل بس لتقريب الصورة، الشرطي لما بيجي بيقبض على متهم بيقول له حقوقك، فبرضو من الإجراءات القانونية للإختار ان الدوبينج كنترول أوفيسر لازم او الاسكورت يبلغ الرياضي بحقوقه وواجباته ووقت لازم حضوره في خلال ساعة من الإبلاغ،
إلا لو في عائق هنشوفه بعد كده. نمرة 2، لازم اللاعب يمضي على هذا الإخطار، لا يقدم مشروبات للاعب إلا مشروبات